الوحدة الرابعة في التاريخ، مصر عبر العصور التاريخية. الدرس الأول وحدة الشعب. المصريين أدركوا أن العمل والتعاون والاجتهاد مع الآخرين هو أساس التقدم والرقي. ونشوف أن في عدة عوامل ساعدت على قيام الحضارة المصرية. فبنشوف ان العوامل اللي ساعدت على قيام الحضارة المصرية 4 عوامل: نهر النيل، الموقع الجغرافي، المناخ، الموارد الطبيعية. بنقسم العصور اللي زي ما انتوا شايفين كده اللي مرت بها الحضارة المصرية القديمة الى عصور ما قبل التاريخ، عصر العتيق، عصر الدولة القديمة، عصر الاضمحلال الأول، عصر الدولة الوسطى، عصر الاضمحلال الثاني، عصر الدولة الحديثة، وعندي العصر المتأخر. لازم نفرق بين تاريخ ما قبل الميلاد والتاريخ الميلادي. تاريخ ما قبل الميلاد، قبل ميلاد السيد المسيح، وده بنلاقي فيه إن الزمن أو السنين بتنزل لتحت. يعني لما نقول مثلا 443، السنة اللي بعدها 442 قبل الميلاد، اللي بعدها 441 قبل الميلاد، وهكذا. أما التاريخ الميلادي اللي هو يبدأ بميلاد السيد المسيح، فبنلاقي إن السنين فيه بتزيد: 1 ميلادي، 2 ميلادي، 3 ميلادي. تمام؟ فأول حاجة هنتكلم عنها هي عصور ما قبل التاريخ. يعني إيه؟ هي عصور ما قبل معرفة الكتابة، وتبدأ منذ خلق الله للإنسان على سطح الأرض. وبقسمها، أو مش أنا اللي بقسمها، العلماء بيقسموها لي إلى 4 عصور، وهي العصر الحجري القديم، العصر الحجري الحديث، العصر النحاسي، عصر ما قبل الأسرات. بنشوف ان هناخد مقارنة بين بين العصور الثلاثة دي الأولانية. العصر الحجري القديم، ايه خصائصه او ايه صفاته؟ كان الإنسان دائما التنقل فوق الهضاب وعلى جانبي نهر النيل من أجل جمع البذور والثمار من الأشجار والنبات وصيد الحيوانات والطيور. يعني حياته ما كانتش مستقرة، وكان بنشوف إن هو بيسكن في الكهوف. طبعا الكهف حفرة في باطن الجبل أو الهضبة. صنع الأدوات بتاعته من الحجارة واستخدمها في الصيد. في العصر الحجري القديم اكتشف النار واستخدمها في طهي الطعام والتدفئة. طبعا الطهي يعني ان هو يسوي الأكل بتاعه. العصر الثاني، العصر الحجري الحديث، في العصر ده حصل جفاف. يعني ايه جفاف؟ يعني بطلت الأمطار تنزل، فتحولت الهضاب إلى صحراء، ماتت الحيوانات والنباتات، مش لاقي الإنسان يأكل، فاضطر إن هو يهاجر إلى الوادي ويستقر على ضفاف نهر النيل، فتحولت حياته من التنقل إلى الاستقرار. وبدل ما كان بيسكن في الكهوف في العصر الحجري القديم، بنى مسكنه من الطين والبوص، وصنع الأواني والنسيج والملابس من الكتان. يعني في تطور في الصناعة. عرف زراعة وإنتاج الحبوب. هنا في العصر ده اللي هو العصر الحجري الحديث، توصل الإنسان إلى معرفة الزراعة. زرع إيه؟ قمح، شعير، كتان. ابتدت القرى تظهر، ابتدى يبني المقابر لدفن الموتى. كمان بدل بيزرع يبقى لازم هيهتم بتربية الحيوانات مثل الماشية والأغنام والماعز. العصر الثالث اللي عندي هو العصر النحاسي،
أو عصر استخدام المعادن. في العصر ده بيتقدم أكثر الإنسان، فبنشوف إن هو ابتدى يبني مسكنه من الطوب اللبن ويفرشه بالحصير والأسرة الخشبية الغير مرتفعة ووسائد من الجلد. طبعا انتوا عارفين يعني ايه وسائد، يعني المخدات. ابتدى يصنع ادواته من المعادن والحجارة والخشب والعاج، العاج اللي هو سن الفيل. استخرج النحاس من شبه جزيرة سيناء، ظهرت بعض العبادات لأول مرة بيعرف يعبد، حتى لو ما كانش بيعبد ربنا، ولكن العبادات اللي ظهرت اللي هي تقديس بعض الحيوانات. بنشوف بعد كده العصر الرابع عندي هو عصر ما قبل الأسرات، التدرج نحو الوحدة السياسية. عشان نوصل لدولة مصر الفرعونية مرت بعدة مراحل الوحدة السياسية دي. أول حاجة نشأة القرى، تاني حاجة ظهور المدن، بعدين نشأة الأقاليم المستقلة، بعدين تحقيق الوحدة الأولى. ناخد واحدة واحدة. نشأة القرى، تكونت القرى من تجمع عدد من البيوت. مصر القديم استقر على ضفاف نهر النيل، اتعلم الزراعة، ابتدى يبني بيوته حوالين نهر النيل وحوالين الأرض اللي بيزرعها، وأصبح لكل قرية معبود خاص، يعني إله. والحياة في القرية تميزت بالتعاون بين السكان. كبرت القرى واتسعت وزاد عدد سكانها، فظهرت المدن، وأصبح السكان في حاجة إلى نظام يعرفهم حقوقهم وواجباتهم، فوضعوا نظام. إيه هو النظام؟ كان لكل مدينة حاكم، الحاكم ده يرعى مصالح شعبه. كان لكل مدينة سور يحيط بها ليحميها من الأخطار الخارجية. كان لكل مدينة معبود خاص بها، قلنا معبود يعني إله، الإله طبعا ده من قوة الطبيعة. كان من مهام كل مدينة الإشراف على ما يجاورها من قرى، يعني كل مدينة بتشرف على مجموعة قرى. المرحلة الثالثة نشأة الأقاليم المستقلة. نشأت الأقاليم بسبب تجمع القرى والمدن، وأصبح لكل إقليم معبود وشعار. شعار يعني زي علم أو رمز من الطير أو الحيوان أو النبات، وعاصمة وحاكم يرعى شؤون السكان وجيش يحميه. أصبحت مصر مقسمة إلى عدة أقاليم، أقاليم في الوجه البحري يعني في الدلتا، وأقاليم في الوجه القبلي يعني جنوب مصر. طيب ما استمرش الوضع ده كتير، واحد من حكام أقاليم الوجه البحري نجح في توحيد أقاليم الدلتا في مملكة واحدة عرفت باسم مملكة الشمال، ثم اتسعت الوحدة فشملت مصر كلها عام 4242 قبل الميلاد. واختاروا مدينة أون هليوبلس اللي هي حاليا مكانها عين شمس عاصمة موحدة للبلاد. يبقى أول عاصمة لمصر هي مدينة أون هليوبلس. الوحدة الأولى دي ما استمرتش كتير، فشلت، وترتب على فشلها إن البلاد انقسمت إلى مملكتين، مملكة الشمال ومملكة الجنوب. وأصبح لكل مملكة زي ما انتوا شايفين التابلو اللي قدامي عاصمة وشعار ولون تاج ومعبود. عاصمة مملكة الشمال بوتو، مكانها الحالي مدينة تل الفراعين، مركز دسوق محافظة كفر الشيخ. الشعار بتاعها نبادي البردي، التاج اللي لبسه الملك بتاعها تاج لونه أحمر، المعبود ثعبان الكبرى. مملكة الجنوب كانت عاصمتها نخب، حاليا الكاب ادفو بأسوان. شعارها زهرة اللوتس، لون التاج أبيض، المعبود أنثى النسر. استمرت البلاد مقسمة إلى مملكتين، مملكة
الشمال ومملكة الجنوب، لغاية ما بيظهر الملك نارمر أو مينا. ظهر في مدينة طيبة اللي هي حاليا الأقصر، استطاع ان هو يحقق النصر على مملكة الشمال، فوحد القطرين اللي هي مملكة الشمال والجنوب عام 3200 قبل الميلاد. وبيبدأ العصر العتيق اللي بيبدأ بالأسرتين الأولى والتانية. عمل ايه الملك مينا؟ أسس الأسرة الأولى الفرعونية، بنى لمصر عاصمة موحدة هي مدينة منف، وأطلق على مدينة منف الميناء الجميل أو قلعة الجدار الأبيض، علشان أحطها الملك مينا بسور أبيض فسموها قلعة الجدار الأبيض. وتعددت الألقاب التي أطلقت على الملك مينا. بنشوف ملك الأرضين، صاحب التاجين، ملك مصر العليا والسفلى، نسر الجنوب، وثعبان الشمال. الملك مينا سجل كل انتصاراته على لوحة من الحجر تسمى لوحة نارمر. ماذا يحدث إذا لم تنجح الوحدة التانية اللي حققها الملك مينا؟ هتظل البلاد منقسمة إلى مملكتين اللي هي مملكة الشمال ومملكة الجنوب. استمرت الوحدة اللي عملها الملك مينا تمام في عصر الأسرة الثانية.